ألف مبروك يا علي بيه، والله تستحقها. سيادة الرئيس مش هيلاقي أكفأ من حضرتك مستشار إعلامي للرئاسة يا فندم. شكرا. يا جماعة دعوني أعمل في صمت. المنصب ده تكليف مش تشريف. وأنا بوعدكم إن الإعلام في الفترة المقبلة هيشهد طفرة غير مسبوقة. أنا بشكركم جدا جدا، وأحب أخص بالشكر قوي السيد الرئيس قوي، وطبعا أحب أخص بالشكر طبعا يعني السيد رئيس الوزراء قوي على مجهوداته وعلى ثقته الغالية. لكن طبعا ما نقدرش ننسى إن احنا نخص بالشكر السادة المحافظين كلهم واحد واحد على مجهوداتهم برضو. في حاجة؟ هي عايزة تروح؟ واحب اخص بالشكر مراتي. ودلوقتي احب اقول لكم احنا في مرحلة عمل. عمل. والمرحلة الجاية هتبقى مرحلة مختلفة تماما. تماما. مختلفة تماما. ودلوقتي يا جماعة أحب أشكركم على إحساسكم الغالي. اتفضلوا على مكاتبكم. ألف مبروك يا أستاذ علي. ألف مبروك يا أستاذ علي. ألف مبروك يا أستاذ علي. أستاذ إنجي ألف مبروك. الله يبارك فيكم يا جماعة. عقبال عندكم كلكم. عقبال عندكم إيه؟ هو طهور ده منصب رفيع ما بيوصلهوش أي حد. علي هو صحيح أنت معروض عليك إنك تمسك رئاسة جورنال كبير قوي؟ الحقيقة هم عارضين يا كوكي، بس أنا اللي لسه يعني كده هو مزمزق شوية. ليه يا علي؟ ليه؟ دي فرصة حلوة قوي، وهو كمان بالمرة يعني تخلي إيجي تقب على وش الصحافة. أقله يعني أقله تمسك مدير تحرير. إيه؟ والله يا كوكي مش عارف مهام منصبي الجديد في الرئاسة هتسيب لي وقت أمسك رئيس تحرير ولا لأ. إيجي تبقى وراك وتساندك وتساعدك، وأنا كمان ممكن يعني تشوف لي في أي منصب كده، يعني هنساعدك. إيه؟ ربنا يسهل يا كوكي. طيب طيب يا جماعة أنا هتكل على الله بقى عشان عندي اجتماع مهم قوي في الرئاسة. انتوا عارفين طبعا مفيش حاجة بتمشي من غيري. عايز أرجع لها الحاجات دي زي ما هي. حاضر يا فندم. دكتور طيب ها؟ كاملة كده زي ما هي. طفص قوي. ما همش من هنا؟ بس مش حركات بقى. هو علي إيقاعه وقع ليه بعد المنصب الجديد؟ مش عارفة والله يا كاميليا، مش عارفة. لا بس تصدق المكتب حلو الصح كده. بتعملي إيه؟ مالك حبيبتي مالك؟ لا مش عارفة، أنا تحولتي لأول ما قعدت على الكرسي. يا أختي جاتك خيبة، افتكرتك جالك زغطة. الواحد يقوم من على الكرسي بقى عادي، يقعد يتحول. يما. مالك يا انجي؟ هو انت مش مبسوطه ان جوزك بقى المستشار الاعلامي لرئيس الجمهوريه؟ اخس عليك يا كاميليا، اكيد طبعا مبسوطه جدا. وبعدين انا طول عمري فخوره بعلي، بس اصل علي في دقه نقص كده قلقاني. يا جماعه شوفوا النهارده. هي دي دقه النقص اللي قلقاني. ومرت الأيام وتحققت ظنوني. علي انشغل بمنصبه الجديد وحلق لي تماماً، والسلطة غيرته وما بقاش علي بتاع زمان، بقى بارد وعنيف ومش عاطفي، وحاجات تانية كتير اتغيرت فيه. هو لسه في حد بيسمع ابراهيم عبد القادر؟ وماله بقى ابراهيم عبد القادر يا علي؟ ما انت عارف ان انا بحب اسمع اغانيه من زمان، وانت كمان كنت بتسمعه معايا. الكلام ده كان في التسعينات. العشاء جاهز عندك في المايكروويف، سخن وكل. مايكروويف ايه بقى مع ابراهيم عبد القادر؟ قولي سخن الاكل اللي في النمليه وامر لك رغيفين. في ايه يا علي؟ انت عايز تتخانق معايا وخلاص؟ المفروض يا هانم تراعي وضع جوزك الجديد.
أنا جاي تعبان من الرئاسة، المفروض ألاقي مراتي تقوم تهب على حيلها وتحضري العشاء. لا يهب في وشك وبور جاز يا بعيد. حاضر يا أستاذ علي، هحضر لك العشاء دقايق ويكون جاهز. لا خلاص، أنا تعشيت مع رئيس الوزراء بس أنا خدتني الجلالة شوية. معلش يا حبيبتي استحمليني وأنا هعوضك، وعشان تصدقيني بكرة عايزك تتشيكي على سنجة عشرة عشان ما أحضر لك مفاجأة. دي ماتت مش مهم، المهم منصبي الجديد. وكانت فعلا مفاجأة، بس مفاجأة في غاية السخافة. الخروجة اللي قلت إن ربنا هينصفني بيها وعلي هيعوضني بيها عن غلاسته معايا الأيام اللي فاتت، طلعت عشوة مع راجل أغلس منه، ومراته أغلس وأغلس. ولا إيه رأيك يا مدام إنجي؟ ولا أنت مش معانا؟ لا طبعا معاكم يا خبر أبيض، وأنا هروح منكم فين؟ لا وأنا هسيبك تروحي مني في حتة، إحنا لازم من النهاردة نبقى أصحاب، وأخد رقمك ونتكلم مع بعض على الواتساب، ونلعب كمان كاندي كراش أونلاين مع بعض. كاندي كراش أونلاين. وإنتي بقى بقيتي في ليفل كام؟ 290. برافو برافو. أنا دلوقتي في ليفل 450. 450 إزاي؟ ده آخرك 400. أيوة 400. صح افتكرت، هو أنا الحقيقة دلوقتي في 399، يعني فاضل لي زلطة واطلع بره. هستأذن أروح التواليت يعني عشان حاسة بتلزيق، يعني حاجة ملزقة في إيدي. طيب استنيني هاجي معاكي. لا 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 لا، خليكي مرتاحة، أصلا أنا مش من الستات اللي بيستمتعوا قوي بالصحبة في الحمام، ده غير إن أنا ممكن أرجع ومش عايزة أقرفك. عن إذنكم. طب استاذنكم عشان بحب اشوفها وهي بترجع، قصدي لحسن تتعب ولا حاجه. انجي انجي، الجلياطه اللي بتتعاملي بيها مع الناس دي، انت ليه مش مقدره حساسيه موقفي؟ وانت ليه مش مقدر حساسيتي من الكائنات اللزجه دي؟ ما هي دي المفاجاه يا علي، هي دي الخروجه الفظيعه اللي انت مرتبها؟ وانا اللي كنت فاكراك هتاخدني احضر الحفله بتاعت ابراهيم عبد القادر على شقه اللي كانت معموله في ساقيه الصاوي. ابراهيم عبد القادر ايه وشقه ايه وساقيه الصاوي؟ انت عارفه الراجل ده مين؟ لا ما تشرفتش. ده اكبر رجل اعمال في البلد، وعضو مجلس شعب سابق، ومش بعيد يبقى في الوزاره الجديده. انجي ارجوكي قدري حساسيه موقفي. روحي رجعي وتعالي اقعدي مع الست ولطفيها. مش هرجع يا علي، انا هستفرغ. انا مش فاهمه ايه سر اصرارك ان انا اصاحب الست دي واتودد لها. انا كان نفسي امسك التليفون واخبطها في دماغها من كتر ما هي لازقلي وعماله تاخد سيلفي. ست ثقيله يا حبيبتي. جوزها ده من اكبر الرجاله المهمين في البلد، ولزقتنا فيهم مهمة عشان أمشي مصالحي. مصالح؟ مصالح إيه يا علي؟ أنت من إمتى محتاج راجل زي ده علشان تمشي مصالحك؟ ده أنت مستشار إعلامي للرئيس. أنت من إمتى بقيت كده يا علي؟ من دلوقتي ورايح يا حبيبتي. وجودي مع راجل زي ده يقوي نفوذي في البلد. رأي واحد زي ده مهم فيا عند الكبار، وممكن أترشح لوزارة. وانا مالي، انا مالي بمصالحك معاه؟ البس انا ليه ست ثقيله شبه قالب الجبنه جوده كده؟ يا حبيبتي انا قلت لك محتاج لك تقفي جنبي وتسنديني. طب ينفع اقعد؟ متطلبات وضعي الجديد بتفرض علينا نستحمل غتاتة ناس زي دول. وبعدين انت شفتي حاجة لسه، وضعي الجديد هيخليكي تشوفي حاجات ما شفتيهاش قبل كده. مش لما انت تشوف الأول؟
من النظارات اللي انت لابسها دي؟ شايف بس طشاش. وانا كل ما اعمل لها مساج يغمى عليها. صباح الخير يا مغاوي. يا صباح الفل يا ست الكل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، عليك وعلى الاستاذ علي اللي مشرفنا في كل حته. ربنا يجعل نهارك زي اللبن يا غالب ان شاء الله. ايه ده كله يا مغاوي؟ ماشي، استفتاحك زي الفل. هي دي فلوس؟ عليا التراج ما اخد ولا مليم. هو حضرتك فاكرني يعني بتسلبت واعمل الحركات ديت يعني عشان اخد فلوس؟ لا، ده كله مهبه يعني بينا وبين بعض. كويس انك عارف انك بتتصلبط يا مغاوي. قول لي بقى المحبه دي وراها ايه؟ اه ربنا يبارك لنا فيك انت والاستاذ علي بيه. انا بس الواد خضر ابن اختي خلص دبلونه الثانيه السنه دي يعني، عقبال ما تفرعي بسولي بيه كده يعني، وكنا قلنا يعني ان الاوان انه يشتغل. وانت عايز ايه؟ عايز علي بيه توسطه يعني في وظيفه ميري؟ لا وظيفه ايه وحكومه ايه وكلام فاضي ايه، ده ما ياكلش عيش يعني. على رايك. انما انا كنت عايز يعني الاستاذ علي بيه يتوسط لنا عند اتحاد ملاك عماره 36 عشان الواد يشتغل بواب هناك. ايوه بس علي بيه ماله ومال عماره 36 دي؟ بعدين بشارعين يا مغاوي. ازاي ماله يا ست انجي؟ ده علي بيه بسم الله ما شاء الله صيته واصل لغايه اخر الدنيا لحد عمارات الشيراتون. ما شاء الله. خلاص بقى بقول له لما ينزل يا مغاوي. يا ست انجي حضرتك يعني الخير والبركه وكلمتين منك كده يعني هو مش هيرفض لك طلب؟ ده والله علي بيه ما بيرفضش لاي حد طلب قد ما بيرفض لي انا، بس هكلمهولك وامري لله. انت حر. ربنا يبارك لنا فيك يا ست انجي ويجعل في وشك القبول ان شاء الله. اه هو انا طلاقي هيبقى على ايديك يا مغاوري. مغاوري الازازه اتنحل يا مغاوري. سلام عليكم. مع الف سلامه يا ست انجي، مع الف سلامه. صباح الخير يا كوكي، ايه النشاط ده؟ صباح الفل. مصيبه لا تكوني بتشتغلي، ولا دي وصفة أكلة جديدة؟ لا خالص، ده أنا بعملك فان بيج على الفيسبوك. أنا قلت بقى مش معقول صاحبتي إنجي أحمد بقت صحفية وإعلامية كبيرة جدا قد الدنيا وملهاش صفحة للمعجبين على الفيسبوك. لا لا مش معقول يا إنجي. مش عارفة ليه يا كاميليا شم ريحة نفاق عليها صوص قرع مع مسحة جوخ خفيفة. أخص عليكي يا أنوج، مش عايزاني أفرح فيكي، ده أنا فرحانة فيكي. فرحة فرحانه فيا؟ قصدي فرحانه بيكي، ده انا طول النهار ماشيه في البيت طايره كده فرحانه بيكي، فرحانه موت. حسين يقول لي مالك يا كاميليا؟ اقول له فرحانه يا حسين، فرحانه يا حسين. نايمه اضحك، حسين يقول لي بتضحكي ليه يا كاميليا؟ اقول له فرحانه لصاحبتي يا حسين. اصحى من النوم اضحك، يقول لي بتضحكي ليه يا كاميليا؟ اقول له فرحانه لصاحبتي يا حسين. يا سلام. بجد مش مصدقاني. طب اثبت لك. استني بقى، جمعت لك كل صورك ومقالاتك والجوائز بتاعتك وحطيتهم لك في برواز، ايه رايك؟ اه لا ده الريحه فاحت قوي يا كاميليا. انجزي يا كاميليا، عايزه ايه؟ ولا حاجه يا انوش، دي محبه. الله. هي ام المحبه اللي زادت اليومين دول. عايزه ايه يا كاميليا؟ ها مصيبه لا يكون عندك بروز، ولا عايزه حد من عيالك يشتغل بواب؟ لا خالص خالص مفيش اي حاجه يا انشي والله، بس يعني انا قلت هو كل ما هنالك. انا شايفه ان حسين بقاله فتره طويله قوي رائد، ويعني الترقيه بتاعته واقفه مش عارفين ليه. انا قلت بقى علي تلاقيه بقى صاحب وزير الداخليه، يعني واكلين مع بعض، شاربين مع بعض، نايمين مع بعض، طالعين مع بعض، نازلين مع بعض، اصحاب بقى انتيم. قلت بقى يكلم وزير الداخليه كده ويقول يعني انت عارفه بقى يرقي حسين شويه، بس كده خلاص حاجه بسيطه. بقولك يا كوكي، احنا اصحاب بقالنا كتير قوي. فعلا. وانا مش عايزه اخسرك، فياريت بقى ما تعمليش زي الناس الجاهله، لان علي مستشار اعلامي للرئاسه، يعني ملوش علاقه بالداخليه ولا شغل الداخليه. ماشي يا كوكي؟ ماشي يا انجي، ماشي يا انجي. خلاص وريني كده، وريني شغل الفان بيج اللي عملتيه. يا نهار ابيض. اوبس، في ايه يا كاميليا؟ ايدي جت على زرار غلط مسحت الفان بيج كله. سوري يا انجي. مش مشكله مش مشكله يا كاميليا، اعمليها تاني. مستغله.
قول لي يا صلاح، هو الدولار بقى بكام اليومين دول؟ دولار؟ وانا اعرف منين بس يا علي بيه؟ اسال خالد، هو ماسك الصفحه الاقتصاديه يبقى عارف. انا بتاع فني وهرسي بس، مال انا ومال الدولار؟ مالك ازاي؟ انت مش بيقبضوك بالدولار في الجرايد اللي بتكتب فيها بره مصر ولا ايه؟ جرايد ايه بس يا علي بيه؟ ده هو عمود في مجله فنيه خليجي ودمتم. يعني بتعترف انك بتكتب في جرايد بره مصر وبتنتقد فيها اوضاع البلد وبتنادي بقلب نظام الحكم؟ يا نهار اسود، نظام حكم ايه بس يا علي بيه؟ انا محرر فني، والله العظيم انا محرر فني، مال انا ومال نظام الحكم؟ ده لما تكتب عن فنانه انها هزت عرش مصر كنت تقصد ايه يا استاذ؟ لما تكتب عن الاستاذ محمد رمضان في تمثيله في مسلسل الاسطوره في دور ناصر ودسوقي الرفاعي انه عمل الدورين زي بعض، مع ان الرفاعي كان عامل كده اهو، بص كان عامل كده اهو، كان عامل، واخد بالك ولا لا؟ ايوه كان عامل كده اهو، واخد بالك؟ يعني يختلف ولا لا؟ يختلف طبعا، يختلف والله. ابوس ايدك يا علي بيه، ابوس ايدك والنبي، الكلام اللي انت بتقوله ده هيوديني في 60 ده. انا هسيب صفحه الفن دي خالص، لو عايز والله العظيم هسيبها، همسك بريد الجمعه. كويس؟ لا انا عايزك في الصفحه الفنيه، عايز يبقى لي عين جوه الوسط الفني، بس انت لم نفسك واعتبر ده اخر انذار لي. بقى انا خدامك وتحت امرك يا علي بيه في اللي انت عايزه. اعتبرني اصبع في ايدك اليمين، تحركه زي ما انت عايز، يمين يمين شمال شمال، انا معاك والله في اللي انت عايزه، بس ابوس ايدك والنبي ابوس ايدك، بلاش تحطني في دماغك. خلاص روح انت دلوقتي ومقالاتك تبقى على مكتبي قبل ما تروح لرئيس التحرير، وبعت لي خالد. حاضر 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 يا علي، اللي انت عايزه. خالد جه؟ حاضر، هجيبه حالا. هو واقف. اللي بعده. الست انجي، الست انجي، نورتي الحته يا ست الحته، يا ست الحته، يا ست الحته، يا ست الحته. ايه ده؟ ايه الفضايح دي يا شعبان؟ عليا الطلاق بالتلاتة، ما هو راجع. ايه ده شعبان؟ ده شوية كاجو على مكسرات مستورد من سوريا، من سوريا، من سوريا. شكرا شكرا يا معلم شعبان. ليه الفضايح دي؟ ليه؟ ابدا 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 ابدا، دي محبة محبة. كتر خيرك والله، ميرسي يا معلم شعبان. بقول لسعادتك ايه، ما عندكيش شويه طلبات كده نقدر ان احنا نجيبها لك ونطلعها لك لحد باب الشقه؟ معايا اهو يا شعبان الورقه، كنت جايباها لك، ويا ريت لو عندك انت كمان طلبات تقولها لي بالمره، عشان انا شم ريحه كده مش ولا بد. اخص عليك يا ست انجي، انت فكرك ان انا طمعان في حاجه؟ ده انا بعمل لك الحاجات دي محبه. ما هي ام المحبه دي اللي انا قلقانه منها. انجز يا شعبان انجز. هو غايه ما هنالك يعني يا ست الهوانم، يعني الحي مفتح عينيه علينا قد كده، اكمني عندي بروز. هو انت الحقيقه عندك مشكله البروز دي من زمان؟ لا لا لا، مش البروز دي، البروز بتاعت المحل. وبعدين يعني لو تكلمنا الاستاذ علي يخلي رئيس الحي يرفع عينيه من علينا شويه، او يكنن لنا الاوضاع. يكنن لنا؟ انا سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ يكونش قصدك يقنن لنا بالقاف؟ ايوه صح. معلش بس اصل انا عندي لدغه في القاف. لدغه في القاف؟ اه. طب قول قاف 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 زي الفل اهو. قول يقنن يكنن. لا دي ثقافات بقى. طيب ماشي يا شعبان، ما هو يعني يا جت عليك. حاضر، من عينيا الاثنين. ربنا يخليك يا ست هاني. ثانيه واحده. ولا حوده. معلم. خد يط على اهو. انا يا معلم. رايح فين لي؟ ايوه يا معلم. بص، طلبات الست انجي كلها تطلعها لحد فوق وتزود لها عليها من عندي لبنتين سماره. يا راجل. لا انت فييس قوي كده، بلاش بعزقه يا معلم. واحنا نطول يا ست انجي؟ يا نورت الحته، يا نورت الحته، يا نورت الحته. في ايه يا شعبان؟ انت هتنضم للتنوره ولا ايه؟ لا انا فرحان بيكي، فرحان بيكي، فرحان بيكي، فرحان بيكي. لا هتحترف التنوره، برافو، حلو. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. يا رب ما بيبعدوش يا شعبان. ما بيبعدوش. يا مامي بنت حلال يا انجي، كنت لسه بجيب في سيرتك انا وشريف والمخفيه دي. والله
ولسه بقول لها الأستاذة إنجي وعلي بيه دول أحسن جيران عندنا، والشارع كله عايش بحسهم ومفيش في ذوقهم ولا أخلاقهم، مش كده؟ يا اختي بسم الله ما شاء الله، ده انت كأنك قاعدة معانا في الشقة، دي مكشوف عنها الحجام. والله والله الكلام ده مش عشان خاطر، مش عشان حاجة، وكله محبة مش كده؟ بسم الله ما شاء الله، انت كأنك حاسة بكل اللي عايزين نقوله. والله يعني يمكن الواحد حاسس ان ربنا بيعوضه خير عن اخواته السبعة اللي انتحروا. يا عيني انتحروا؟ دول كده ماتوا كفرة. طب وانت قعدت ليه؟ ما ده كفر يا ابني. يا جماعة ما هو ده العجب بين الجيران يعني، وربنا يديم المعروف. وان ضاعت عند العبد يا انجي ما تضيعش عند الرب. هو ايه اللي ضايع منك يا منال؟ الحسنة المدارية. دي شحاتة بقى. استاذ علي يا جماعة، استاذ علي ماله؟ لا لا ايه؟ لا انا ما شفتش كده. فاكره يوم ما جالي البواسير؟ ما سابكش يا شريف. وفاكره لما انت وميسون سبتوني في الشقه لوحدي وكنت بعيط؟ عمل لك ايه؟ سابنا اتفلق. ولا لما اتقبض عليا يا شريف؟ ايه اللي حصل؟ لا مش فاكره بصراحه. ولما شريف طردني من الشقه حصل ايه؟ ولا حاجه، قفل الباب في وشي. عيني في نظري. يا جماعه مش ممكن، مفيش موقف ولا زنقه غير واقف جنبنا فيها. ايه الراجل ده؟ ولا يوم ما اتزنقت في البلاعه؟ يا جماعه مش ممكن، ولا برفاناته كل يوم وهو نازل بيجري. بس كده بس ممكن بالراحة كده بالهداوة أفهم أنتوا عايزين إيه من علي؟ علي؟ وهنعوز منه إيه ده؟ يعني يا إنجي يعني ربنا ما يحرمك منا، ربنا ما يحرمنا من الأستاذ علي وذوق الأستاذ علي. يعني إحنا نعوز منه إيه؟ يعني مش عايزين منه حاجة على فكرة. ربنا ما يحرمكوش من العبط. أمال الود المفرد ده سببه إيه؟ لا يا حبيبتي، أصلك إحنا عايزين نستلف منكو طقم الصيني المذهب عشان جايلنا ضيوف. المذهب؟ هو لسه في حد ناس دي باين عليها هبله ولا ايه؟ فين ال 75 قرش بقيت فلوس المقله؟ ما فيش عندي حاجه يا اخي. شايف حراميه. انت ما دفعتلهاش؟ ما دفعتلهاش انت يا اخويا. لا انا عايزه فلوسي. لا ده انا بقول كده يا جماعه، يا جماعه 100 مره نقول منالوتا تشوف ميسون تقول لها حد في عيلتكم مجنون، وميسون تشوف منالوتا تقول لها هموتك يا حته. يا جماعه مش كده، مش كل مره تضرب كده. مش مساء الخير. مساء النور. تأخرت ليه يا علي؟ أبدا، اجتماعات ولقاءات. أنت أخبارك إيه؟ يا علي بقالك كتير قوي ما سألتنيش أخباري إيه. أبدا يا سيدي، النهاردة كل ما قابل حد يطلبوا مني خدمات وطلبات وتوصيات منك. يعني عندك مثلا شعبان عنده بروز. بروز؟ بروز، وعايزك تكلم له بتوع الحي. ده غير كوكي، عايزك تكلم وزير الداخلية علشان ينقل جوزها. وكمان مغاوري عايزك تكلم الناس بتوع عمارة 36 عشان عايز يعين ابن أخته بواب عمارة هناك. مفيش بقى غير شريف ومراتاته، هما اللي ما طلبوش أي حاجة منك. إنجي أنا عايزك تقدري حساسية موقفي. أنا مش عايزك تختلطي بالجيران خالص، خصوصا شريف واستحليتين مراتاته. اشمعنى دول بالذات؟ دول الوحيدين اللي ما طلبوش منك اي حاجه، طلبوا مني انا، طلبوا يستلفوا الطقم الصيني. ما هو عشان كده، قصدي هما بيبداوا كده، النهارده طقم صيني، بكره يطلبوا واسطه كبيره، وكلهم كلاب. انا عارفهم كويس، هما دول اللي هيخربوا البلد. ارجوك يا انجي قدري وضعي واقطعي علاقتك بالناس دول تماما. ايه يا علي الافوره دي؟ دول جيراننا من زمان، وكل الحكايه ان هم عشمانين فينا شويه. طب وكاميليا هتقولي اقطع علاقتي بيها هي كمان؟ ها
علاقتك هتتقطع بيها طبيعي لما تسيبي الشغل. ايه؟ اسيب الشغل؟ تجننت يا علي؟ انت عارف كويس قوي الشغل بالنسبه لي ايه؟ انت اكيد بتهزر. انت اللي بتهزري يا هانم ومش عارفه خطوره وضعي. يا دي وضعي وضعي وضعي، في ايه مال وضعك يا علي؟ بتمشي على ايديك ولا متشعلق من الحيط؟ انا زهقت. يا هانم، اعدائي واعداء الوطن متربصين لي في كل حته. ده انا قلقان من سوري ابني اصلا، وانا مش هسمح لهم يوصلوا لي من خلالك ويأذوني ويأذوكي. يا عم اعداء ارحمني، انت حيلا مستشار اعلامي، امال لو كنت مستشار الزند. المستشار الاعلامي ده يا هانم شايل روحه على كفه، البلد في حاله حرب وانا مستهدف من الجزيره ومكملين وقناه الشرق. لا يا راجل، انا يوميا بتجيلي تهديدات بالقتل وبخطفك انت والولاد. لا، من هنا ورايح مفيش نزول. نعم، يعني ايه مفيش نزول يا علي؟ انت عارف كويس قوي ان انا اعلاميه ومهنتي كلها مخاطر، وانت متجوزني وعارف كده كويس. ايه اللي جد؟ اللي جد ان وضعي اختي. مال وضعك يا علي؟ وضعي اختلف، وانا مش هسمح ان مراتي تفضل في الاعلام، وانتي عارفه ان الاعلاميين معرضين للشتيمه. طب ما انت كمان معرض للشتيمه. انا ممكن اتشتم، انا نفسي اتشتم، انا مش اقل من الاستاذ احمد موسى والاستاذ مصطفى بكري. لا لا، مصطفى بكري صعب، انا اقل منه ما اقدرش اجيبه، بس برضه مش هسمح ان مراتي تتشتم. انا ما حدش بيشتمني يا علي، وما حدش يقدر يشتمني. المستشار مرتضى منصور ما بيسيبش حد، هي كلمة واحدة، مفيش شغل يعني مفيش شغل. ماشي يا سيادة المستشار، ماشي. مستشار الإعلامي يعني، ده جوزي اللي لسه داخل، مش قصدي حد تاني. ها، ده حبيبي.